السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التغير في المناخ بيأثر كتير جدا على موضوع الزراعة، يعني مثلا مزارعين الطماطم ومزارعين البن اللي هو بتعمل منه القهوة بيلاقوا مشاكل كتيرة جدا، المحصول ما بيطلعش زي ما هم عايزين نتيجة إن المناخ نفسه اتغير، مع إن المكان ده كان زمان منجم بالنسبة لهم، وده عمل لهم خسارة كبيرة جدا في المحاصيل. ففي شركات من ضمنهم مثلا شركة اسمها كلايمت اي اي، دي شركة لسه جديدة موجودة في سيليكون فالي، بتطور منصة ذكاء اصطناعي عشان تتنبأ بأن مثلا المكان دوت هيتأثر ازاي بدرجة الحرارة، وغالبا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة الفترة اللي جاية. فهي بتستخدم بيانات كتيرة جدا جدا جدا، يعني بيج داتا عن المناخ والمية والتربة في كل مكان، بحيث انها تقدر تعرف المكان ده ممكن يتزرع او ما يتزرعش، او ممكن لو زرعت ما يجيبش المحصول، او افضل حاجة يزرعها ايه. ففي ناس كتيرة بتبدأ انها تتعاون مع حاجة زي كده، المزارعين ممكن يدخلوا ويسجلوا البذور اللي هم يزرعوها والمكان اللي هم عايزين يزرعوها، وتبدأ تعمل محاكاة بحيث انها تعرف ايه التأثير اللي هيحصل. يعني على سبيل المثال في منطقة لو ان في انخفاض بنسبة 30% في انتاج الطماطم في الفترة اللي جاية، فبيبقى فيه مثلا نصايح ان انت تغير استراتيجية او تزرع حاجة تانية او تغير في نوع البذور اللي انت هتعملها، تكون في حاجة نقدر مثلا تزرع مرة تزرع حاجة ومرة تزرع حاجة تانية. فبتتغذى البيانات وكل مرة بتتعلم اكتر وتديك اجابات اكثر دقة. فالذكاء الصناعي ليه تأثير سيء، هو نفسه ليه تأثير سيء بسبب كمية الاجهزة اللي بتبقى موجودة والتبريد والكهرباء اللي بتستهلك، فلازم يكون يساعدنا في ان هو يحسن الاداء بتاع الاراضي، ان احنا ازاي ان احنا نقدر نزرع دي ايه بحيث ان هو يجيب لنا افضل محصول. ايه الاماكن اللي احنا نزرعها، لان في مشكله في نقص البن، لان الناس كتير بتشرب بن بشكل مبالغ فيه يعني طول اليوم، فده حاجه سيئه يعني. فعشان كده علماء البرمجيات لازم يتعاونوا مع علماء المناخ على اساس ان هم يحققوا التوازن ويبداوا ان هم يشوفوا افضل حلول موجوده. المفروض برضو يساعدنا في ايجاد حلول او يدينا تنبيهات، خلي بالكم المنطقه دي ممكن يحصل فيها حريق، يعني كل سنه بيحصل حركة هائله جدا بتحرق غابات بقالها سنين كتيره، بالذات في الامازون في استراليا وهكذا، فلازم يكون في حلول او تنبؤ بان المكان ده فيه مشكله، فالدوله تبدا تحاول انها تتعامل مع المشكله دي باي شكل من الاشكال. مع العلم ان الذكاء الصناعي مش بيحل كل حاجه، مش بيوجد حلول لكل حاجه، مش كل الحلول اللي بيقولها لنا بتكون منطقيه وتكون صح، لازم الانسان يفلتر الكلام اللي يتقال، لان ممكن يقول لك احنا عايزين نقضي على مشكله المجاعه بان احنا نموت نص البشر مثلا، نموت لنا مثلا 2 مليار عشان الباقي يعيش. ده فكر ناس مقتنعه بيه على فكره، فاحنا لازم يكون في حد يفلتر لنا الافكار اللي موجوده. في دي جوجل ديب مايند عاملة مشروع اللي هو المشروع من جوجل من سنة 2019، عامل نموذج ذكاء اصطناعي عشان يتنبأ بالتغيرات الجوية والتوربينات، ازاي ممكن ايه الأماكن اللي احنا ممكن نحط فيها توربينات رياح بحيث انها توفر لنا طاقة رياح تكون نقدر ان احنا نستفيد منها ونصدرها. بالمناسبة في سيناريو ان أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي من شركة جوجل بعد فترة مع التطور والتوسع ووي هتستهلك كمية الطاقة اللي بتستهلكها أيرلندا سنويا، يعني الأجهزة بتاعتها هتبقى قد الاستهلاك بتاع دولة كاملة زي أيرلندا. فعشان كده لازم نستغل الذكاء الصناعي في إن هو يخفف الضرر بتاعه. فإحنا مش عايزين المبرمجين يركزوا إن هم يحسنوا الذكاء الصناعي، لأ، عايزينهم برضو يركزوا بالمرة إزاي يستخدموا الذكاء الصناعي بشكل صحيح وبشكل نقدي.